للميلان، سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب باتو. باتو ادي امنا رونالدينيو بقى لصحوة الميلان، الشوط الثاني وعودة الميلان، وادي امنا السرعة، وادي اختراق، وادي فرصة جول عن طريق اللاعب باتو. ماذا يصنع باتو في هذه اللحظات التاريخية؟ الفوز غائب في هذا الملعب لفريق الميلان منذ ان فاز بهدفين مقابل لا شيء عن طريق كريسبو وبيرلو في عام 2004 2005. باتو امامنا يكرر الكرة، فارق السرعة المرة دي، ويذهب في رحلة وفي نزهة هنا في المدينة المقدسة في روما. وادي امامنا باتو النجم الشاب الصغير الذي يدخل في اجواء الكرة الايطالية من اوسع الابواب، وصراع وسباق مع اللاعب باكسس، يطلع دوني ويضعها لدوني بمهارة عالية جدا. ادي امامنا الحيوية والشباب عند هذا اللاعب، بل هو رمز الحيوية والشباب في فريق الكبار فريق الميلان. امامنا اللاعب باتو شالها باقتدار من زاوية صعبة الجميع